سيره القوى العامله والهجره. صباح الخير سياده الوزيره. معارك عنيفة بين عمال مصريين وأسيويين في خليج السويس، والحديث عن 8000 عامل من شرق آسيا بياخد 150 جنيه في اليوم ليتجاوز راتبه الشهري 4000 جنيه. أنا عايز أسألك سؤال، الخبر ده منشور، عايز أسألك سؤال، الخبر ده منشور في جريدة من يومين مش كده؟ لا مش من يومين يا فندم، من النهاردة، من امبارح. هل في حد لا ان في حاجه كلام اللي مكتوب ده حقيقه؟ الكلام ده عايز ابقى من الصحه، ودي مساله ما فيش، الكلام ده مش موجود، وحد في السويس مش هيلاقي الكلام ده. ما فيش. يا جماعه ارجوكم توخوا الحذر قبل ما تنقلوا خبر عن الضرايب. ما فيش كلام من حاصل، وما فيش اي تصريحات لعماله اجنبيه اللي بالعدد اللي انتوا بتقولوا عليها دي، الكلام ده مش موجود. حضرتك بتنفيه جمله وتفصيلا. يا واحده بس عليا بقى، الكلام ده مش موجود. لما يجي لكم خبر كده كاميرا وتنزل تشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. اسمح لي عشان كده كلمنا حضرتك سياده الوزيره، عشان كده عايزين نفهم من حضرتك الكلام ده مش مظبوط، فبناء على ايه مش مظبوط؟ الكلام ده مش مظبوط وما حصلش، وانا بالرغم من كده امبارح انا كلمني معتز دمرداش في التليفون بالليل، وانا في لجنه دلوقتي حالا ان هي موجوده في السويس عشان ازداد تاكيد ان الكلام ده مش مظبوط. حضرتك في السويس دلوقتي؟ لا انا مش في السويس، انا بعت حد من عندي. انا مش سامعه للاسف شديد كويس. امبارح بالليل انا بعت حد السويس. حضرتك بعتي حد من الوزاره علشان يشوف الوضع ايه في السويس؟ طيب انا عارف. انا حضرتك اسمحي لي سياده الوزيره من فضلك. اسمعيني انت يا سياده الوزيره، احنا عايزين نفهم من حضرتك على اي اساس النفي؟ يعني دلوقتي حضرتك بتنفي استخدام العماله ولا بتنفي ان وجود اشتباكات؟ لا ده ولا ده. ولا ده ولا ده؟ الخبر خاطئ تماما. لحد دلوقتي ولا اللي امبارح انا كلمني الاستاذ معتز في 90 دقيقه. وانا قلت له كلامك مش مظبوط، وبالرغم من كده زياده تاكيد جايز يكون في تسلل حصل لبعض الاشخاص مش عبر الوزاره، عبر السياحه، ويكونوا بيشتغلوا بطريقه مخالفه. نزلت لجنه النهارده، اذا كان ده كلام، في كلام بهذا الشكل يتم عمل مخالفه لصاحب العمل ويتم ترحيل العمال دول فورا ما دام جايين من غير تصريح. اذا كان الكلام ده مش مظبوط هيتقال الكلام ده مش مظبوط. بس يعني حضراتكم استقصيتوا الحقائق وتاكدتوا ان الكلام ده مش مظبوط؟ حبيبتي انا بقول لك بعت لجنه النهارده، ولو كان مظبوط هيتم تسريح هذه العماله الاجنبيه. مش تسريحها، ترحيلها فورا. ترحيلها فورا اذا تاكدنا بانه موجوده بالفعل. طيب اسمحي لي يا فندم، ده بينطبق على العمالة التايلاندية والاندونيسية وأيضا العمالة القادمة من بنجلاديش العاملة من خلال شركة تنظيفكو الكويتية في السويس؟ في السويس تنظيفكو في الكويت. ايه الشركة يا فندم اللي استخدمت 100 عامل من بنجلاديش لأعمال النظافة؟ مفيش كلام من ده، دي كانت فكرة من المسؤول عن المحافظة في السويس، واحنا ما وافقناش وما اديناش موافقة. اللي حصل يا حبيبتي في وظائف موجودة، وظائف مفيش حد عايز يقبل الوظائف اللي موجودة. وبعدين إذا هو عايز عمال نظافة، مفيش حد مقبل على هذا النوع من العمل. وفي ممكن طبقا للقانون يكون في إن احنا نجيب عمالة. بس احنا بنتوخى الحذر جدا، ما بنديش اي موافقه الا بعد ما نتاكد ان هذه الوظائف عرضت على المصريين ولم يقبلوها، او لم يقبلوا عليها. لم يقبلوا عليها. طيب يعني معنى كده انه ممكن تكون تكررت الحكايه دي، انه عرضت بعض الوظائف على المصريين رفضوها، فكان الحل الوحيد استخدام عماله من الخارج. يعني بس عشان ما فهمش غلط، عشان ما اقولش الوزيره بتقول الشباب يشتغل، عشان ما تفهمش غلط. انا بقول لك مبدا عام عندي، اي حد يطلب وظائف بنوعها بنوعيه معينه، هذه الوظائف طارت من خلال النشرة القومية للتشغيل. هذه النشرة تشمل كل الوظائف بكافة مستويات. إن لم يقبل عليها الشباب أو يقبل عليها طالب العمل، إذا صاحب العمل استشعرت إن المصنع هيقف بتاعه أو المكان بتاعه، الموقع بتاعه هيقف. طيب مفهوم، مفهوم جدا يا فندم، وهو يعني إجراء مرن. ولكن سؤالنا، هل الوظيفة اللي بتعرض على المصريين بتعرض بنفس الراتب اللي بتعرض بيه على الأجانب؟ أكمل
يعني فهمنا النقطة دي تماما سيادة الوزيرة. اسمحي لنا ننطلق لنقطة تانية علشان الصورة تكون كاملة أمام مشاهدينا. دلوقتي الوظيفة اللي بتتعرض على العامل الأجنبي، هل بتتعرض على المصري بنفس الراتب؟ في لا، وهو المصري لما بيشتغل بره بياخد نفس الراتب؟ لا بتاريخ سؤال انا بقى. بياخد راتب مجزي بيخليه ان هو يخرج من البلد لوظيفه احسن بالتاكيد. حلو، وظيفه احسن بياخد زي اللي بيطلع من اللي بيجي من بره بياخد نتيجه تغرب قربته دي قواعد عامه بياخد ده مرتب اخف طبعا. انا بقول ان احنا حاول اولادنا ياخدوا هذه المرتبات والاجور طالما عندهم نفس المهارات ونفس القدرات. وعشان كده ما فيش صاحب عمل ليه يطلب مني ان انا اقعد اناقشه في كل هذه الظروف واتعرف تماما وبعدها اوافق او لا ولا اوافق. ولكم ان تسالوا اصحاب الاعمال مدى معاناتهم مني، لا بيعانوا مني معاناه شديده لعدم موافقتي على الصرف على التصاريح. انا لا يمكن افتح بيت اجنبي على حساب بيت مصري ايا كان، لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن. سيادة الوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوة العاملة والهجرة تنفي تماما وجود مثل هذه الاشتباكات ووجود مثل هذه الوظائف لعمالة أجنبية سواء في السويس أو غيرها من المحافظات والمصانع اللي فيها.